ازيكم؟ انا افراح، واتمنى ان شاء الله تكونوا يا رب بالف خير. النهارده زي ما انا قلت هكلمكم عن 6 نصايح للمذاكره، والنصايح دي انا طبقتها في حياتي علشان احصل على احسن نتائج من المذاكره، وطبقت برضو نفس النصايح لما حبيت ان انا اتعلم اي مهاره، وكانت الحاجات دي بتنجح معايا جدا. وفي نفس الوقت كنت دايما بتعلم المهارات اللي انا عاوزاها في وقت قصير بدون تعب وبدون ما احس ان انا اتخنقت او احس ان الموضوع صعب. طبعا ده موضوع جميل جدا، حابه جدا ان اتكلم فيه بمنتهى الحماس، وطبعا ان شاء الله كالعاده هتكلم فيه من واقع تجربتي. اللي ممكن يتفرج على الفيديو ده ممكن التلاميذ او التلامذه او الناس اللي بتذاكر في اي مرحله عمريه، ما تفرقش من اول المرحله الابتدائيه لحد مرحله الدكتوراه، وطبعا الاباء بشكل خاص. اتمنى من كل قلبي ان اكبر عدد من الاباء يشوف الفيديو ده، عشان فيه نصيحه مهمه قوي، او معظم النصائح دي اتمنى انها توصل للاباء بحيث ان هم يساعدوا اولادهم باذن الله ان هم يحصلوا على احسن نتائج من المذاكره. في خطا كبير جدا الناس بتقع فيه، لما بيجوا مثلا يذاكروا او يتعلموا اي مهاره معينه بيفتكروا ان هم لازم يعانوا ولازم يتعبوا ولازم يبقى فيه ضغط ولازم يبقى فيه ستريس ولازم يبقى فيه معاناه وحرمان من اي لعب واي استمتاع باي حاجه. طبعا دي كلها معتقدات خاطئه جدا، وبتتعارض مع كل الابحاث اللي توصلت اليها، ابحاث محترمه جدا في موضوع تحسين التعليم او التعلم بمعنى ادق. عشان كده انا هقول لكم دلوقتي على 6 نصايح انا طبقتها في حياتي بشكل عفوي جدا، وفي حاجات بعد كده اتعلمتها مع الوقت وطبقتها عشان اتعلم مهارات عشان ابقى احسن. اول نصيحه احب انصح الناس بيها طبعا لما يجوا ان هم يذاكروا او ان هم يتعلموا مهاره معينه، ان هم يقسموا الحاجه دي على اجزاء صغيره جدا. يعني مثلا لو انا افترضت دلوقتي ان انا عايزه اذاكر ماده بتتكون مثلا من 12 فصل وقدامي 3 شهور علشان امتحن في الماده دي، فرضا قدامي حاله من الاثنين، ان انا اقسمها بشكل يومي يعني قدامي مثلا 90 يوم، او اقسمها على العدد الاسابيع اللي باقي. ممكن مثلا اقول ان انا هذاكر فصل في الاسبوع، او انا هذاكر اجزاء معينه واقسمها بالتحديد على ال 90 يوم المتبقيين، بس لازم طبعا يبقى في نوع من انواع الواقعيه. يعني مثلا ما ينفعش ان انا افترض ان انا ال 90 يوم هتبقى صحتي زي الفل وكل يوم قادره اذاكر وكل يوم هذاكر بنفس الكباسيتي او بنفس القدره، فلازم الواحد يبقى منطقي وواقعي. فيجب تقسيم الحاجه اجزاء صغيره على الفتره المتبقيه بشكل واقعي، وما نضغطش على نفسنا بطريقه ان احنا نتخانق ونبقى مش واقعيين. ليه؟ علشان لو احنا مثلا فرضا انا قلت لنفسي ان انا في الاسبوع الاول هخلص فصل، او في الاسبوع الاول هخلص فصلين، وقدرت ان انا اخلص ربع فصل، هيحصل لي نوع من انواع الاحباط. فيجب ان انا اسال نفسي هل ده هدف واقعي؟ فلو واقعي احط الهدف، لو مش واقعي لازم افكر تاني واحط هدف واقعي. وفي النقطه دي انا حابه ان انا اعمل هايلايت سريع في موضوع تحديد الاهداف. تحديد الاهداف ليه قانون مهم جدا جدا جدا، واتمنى ان انا القي عليه الضوء لانه هيفيد ناس كتيره جدا، وخصوصا في موضوع المذاكره او في تحديد اي هدف. بيتقال عليه سمارت جول. يعني ايه سمارت جول؟ هدف ذكي. بيتكون من 5 حروف، هي S M A R T. الاس دي معناها سبيسيفيك، يعني محدد. لازم نحدد هدفنا بشكل دقيق، وهرجع للنقطه دي. الام معناها ميجرابل، يعني يمكن قياسه، وهشرح ده برضو بالتفصيل. الاي معناها اتشيفابل اور اتينابل، يعني حاجه رياليستيك نقدر ان احنا فعلا نعملها، وهرجع برضو للنقطه دي بالتفصيل. الار معناها ريزلتس اورينتد، يعني محدد بنتائج، يعني ما يبقاش عايم كده، وطبعا برضو هشرح ده بالتفصيل. التي يعني تايم باوند، يعني محدد بوقت، يعني مش مفتوح كده مدى الحياه، مش فوريفر. يعني هديكم مثال دلوقتي على سمارت جول او هدف ذكي. انا مثلا ممكن اقول ان انا سبيسيفيك عاوزه اذاكر فصل في ماده علم النفس. اوكي، فصل في ماده علم النفس. حاجه دلوقتي اقول هل هو ميجرابل اللي هو حرف الام؟ يمكن قياسه. اول ما اخلص الفصل هعرف ان انا خلصت الفصل، هقدر ان انا اقيسه، مش هحس ان انا تايهه يعني خلصت الفصل او ما خلصتش الفصل. بالنسبه للاي اتشيفابل، يعني هقدر فعلا احققه. هنا يجي السؤال، الفصل ده كام صفحه مثلا؟ 100 صفحه. لو انا مثلا قلت لنفسي انا هخلصهم في اسبوع او هخلصهم في يوم، هل انا اقدر؟ لو الاجابه نعم يبقى اتشيفابل، لو الاجابه مش نعم يبقى لازم اغير المده شويه، ادي نفسي وقت اكبر او اصغر الحاجه اللي انا هعملها في الفتره القصيره دي. الار ريزلتس اورينتد، طيب هل ده في نتيجة معينة هحصل منها على هذا الهدف؟ في حاجة معينة؟ هفهم الفصل ده، هحس ان انا عندي ثقة في نفسي اكتر ان انا اخش امتحن في هذا الفصل،
في نتائج هتحصل، ان انا فعلا هفهم الفصل وهيحصل نوع من انواع التغير الفكري بعد ما اقرا الفصل ده واذاكره. اكيد في نتائج هتحصل ان شاء الله لو انا ركزت وانا بذاكر طبعا. تايم باوند، هل هو محدد بوقت؟ ايوه. يجي هنا بقى نقطه، انتوا هتذاكروه في قد ايه؟ هل انا هذاكر الفصل ده في يوم، في يومين، في ثلاثه، في اسبوع؟ بس كده. بس احنا كده عدينا بسرعه على موضوع السمارت جول، لان ده مهم جدا جدا لما نيجي نقسم الحاجه اللي احنا عاوزين نعملها. قسمنا الحاجه اللي احنا عاوزين نعملها على فترات محدده وعرفنا احنا عاوزين نحصل على نتائج ايه بالظبط وعاوزين نعمل ايه بالظبط. نيجي على النقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعدها ان احنا لازم ناخد راحه بين كل تاسك او كل حاجه والتانيه. يعني مثلا لو انا قاعده دلوقتي عامله نفسي جدول ان انا اذاكر 4-5 ساعات، ما ينفعش ان انا اقعد 4-5 ساعات دايركت على كرسي على المكتب قاعده بذاكر 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 بدون اي راحه، بدون اي بريك، بدون اي ان انا اخد نفسي او اتحرك او اكل حاجه ايا كان. يعني انتوا ممكن تاخدوا راحه تعملوا فيها اللي انتوا عاوزينه، بس المهم ان فترات الراحه دي تكون بين كل 20-30 دقيقه. ما تطولوش عن 30 دقيقه لان الجسم بيبتدي والعقل والقدره الاستيعابيه بتبتدي تقل بعد الفتره دي، وبيحصل نوع من انواع التشوش وعدم التركيز. والتركيز في التعلم والمذاكره حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا كنت بعمل كده بشكل طبيعي جدا وعمري ما كنت اعرف انه ده اصلا مهم، ان انا اقوم كل شويه. كنت فاكره نفسي ان انا مش طبيعيه، ان انا كل 20 دقيقه او كل ما احس ان انا ابتديت افهم احس ان انا عايزه اقوم اروح اعمل اي حاجه، وكنت ارجع لنفسي فريش وعماله اركز اكتر وعماله افهم اكتر وتيجي الحاجه بتنجح معايا جدا. وعرفت بعدين مع الزمن انه ده الصح اصلا، الواحد ياخد بريكس وياخد فترات راحه بين كل حاجه والتانيه عشان يقدر يركز ويقدر يستوعب اكتر. طبعا هنا ده نداء بقى الامهات والابهات، مش كل ما تشوفوا ولادكم قايمين يتنفسوا او يعملوا حاجه تقعدوا تقول لهم قوموا ذاكروا قوموا مش عارفه مين الكلام ده، سيبوهم ياخدوا نفسهم عشان يقدروا يركزوا. بلاش الخنقه كتير والكتمه دي مش كويسه. نيجي بقى لثالث نقطه اللي هي الحلوه قوي المهمه قوي اللي انا بحب جدا اتكلم فيها، ان احنا لازم نخصص وقت للمرح. يعني لما نكون مثلا في فتره مذاكره وفتره امتحانات، في ناس كتيره جدا بتعمل حاله طوارئ في البيت، مفيش تلفزيون، مفيش انترنت، مفيش خروج، مفيش اي حاجه خالص، مفيش حتى رياضه. يعني حتى الهوايات بتاعت اولادهم بتتوقف تماما، وده على فكره غلط جدا جدا. ده بيعمل نوع من انواع الاكتئاب والزهق والاحساس بان الواحد في سجن، لازم يبقى فيه خروج. ولا انا مثلا هاخد تجربتي الشخصيه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني بابا وماما بصراحه كانوا بيثقوا فيا جدا وكانوا بيسيبوني انظم وقتي براحتي. كانوا دايما بيحسوا ان انا يعني جديره بان انا اثق في نفسي وان انا اعتمد على نفسي، فكانوا بيسيبوني اخطط وقتي براحتي بصراحه. كانوا ساعات يعني بيقولوا لي ذاكري وقومي ذاكري والحاجات دي، بس بالمعقول، ما كانش اوفر يعني. لدرجه ان انا كان في اي عيد او في اي مناسبه، يعني مثلا شم نسيم، عيد، اي حاجه، كنت انزل العب عادي واروح النادي واعيش حياتي. في عز ما كان زمايلي اللي في نفس الفصل وفي نفس الصف الدراسي وقاعدين في البيت مش نازلين، قاعدين بيذاكروا، وانا عادي بلعب، والحمد لله كنت بجيب درجات كويسه. فكان في ناس بتفتكر ان انا فاشله على فكره، ان انا ازاي انا قاعده بلعب دلوقتي، ازاي يعني، في حين ان انا بكون اوريدي خلاص انا ذاكرت. انا اصلا بذاكر من اول السنه، بحب احضر قبل الحصه، كنت بستخدم الكتب ساعات كانها ماده يعني ريكريشنال او زي ما اكون روايه، خصوصا المواد الفلسفيه يعني او المواد اللي هي الادبيه. كنت احب ان انا اقعد اقرا كده واحضر وابقى عارفه قبل ما المدرسه هتتكلم في الموضوع او المدرس، انا عارفه هما هيتكلموا في ايه. طبعا انا لا ادعي ان انا كنت من الاوائل، عمري ما كنت الاولى على الجمهوريه ولا على المدرسه حتى، بس كنت بجيب درجات كويسه يعني الحمد لله. فدي كانت طريقتي، ان انا كنت بحب ان انا العب واذاكر، اعمل بالانس بين الاثنين، مش حاجه اسمها ان انا اخنق نفسي وان انا اعمل على نفسي معسكر وان انا اجي بقى على اخر لحظه واذاكر وازنق نفسي والكلام ده. فما ينفعش، لازم تخصصوا اوقات للمرح وتسمحوا لاولادكم يا ريت ان هم يلعبوا شويه، ياخدوا نفسهم. يعني ما تسيبلهمش الموضوع على البحر قوي، او ان انتوا تسيبوهم يلعبوا كتير جدا وبعدين يبقوا في الاخر خالص يزنقوا نفسهم، او ان كنتوا تخليهم يبقوا دايما في حاله طوارئ ودايما في حاله مذاكره، وانه لا او مش ده اللي هيخليهم ينجحوا، مش ده اللي هيخليهم متفوقين. التوازن هو المفتاح. وانا بصراحه انصح بان الابهات والامهات يخلوا الرياضه جزء من حياه عيالهم. يعني لو لعب كوره، لو سباحه، لو باسكت، لو اي حاجه، حتى لعب في اي مكان، مجرد ان هو لعب مع 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 ناس في سنهم وكده يحسوا بالمرح، مخهم هيبتدي ينشط وان شاء الله هيبقى عندهم قدره استيعابيه اكبر. تيجي للنقطه رقم 4، وعن تجربه، وهي المذاكره مع الزملاء. يعني
كل انسان بيبقى عنده قدرات مختلفه عن التاني، يعني الناس مش كلها شاطره في نفس الحاجات. انا مثلا كنت بلاحظ ان انا شاطره جدا في المواد الادبيه، وكنت شاطره برضه في بعض المواد العلميه، لكن كنت ببقى عندي قدره على الحفظ والتذكر اكتر في المواد الادبيه. فكنت باخد انا المواد الادبيه واذاكرها كويس جدا، وزمايلي اللي هم شاطرين في الرياضيات والحاجات العلوم والحاجات دي هم يتولوا الجزء ده، ونروح نذاكر مع بعض. كل مره احنا بنركز على سبجكت واحد بس، يعني مثلا نقول النهارده هنذاكر ماده الفلسفه او علم النفس، انا اقوم بالشرح وبنذاكر بس علم نفس وبنذاكر بس فلسفه بس. المره الجايه يبقى عليهم هم هنذاكر مثلا ماده الاحياء او الكيمياء او وات ايفر، بس بنركز في ماده واحده بس وفي جزء واحد بس، وهم اللي بيشرحوا لي، يعني هم بيبقوا المدرس وانا التلميذ، بقعد اسمع بس وافهم ان هم شاطرين في الحته دي. فموضوع تبادل المذاكره مع الزملاء ده جميل جدا وفعال جدا، وسبحان الله هو اسلوب قديم كلنا نشأنا لقينا أبهاتنا وأجدادنا كانوا بيعملوه، هو أسلوب ناجح جدا جدا وفعال جدا. فشجعوا أولادكم إن هم يعملوا كده، إن الإنسان ما بيبقاش شاطر في كل حاجة، قدراته العقلية بتبقى حلوة في حاجات ومش قوي في حاجات، فخلوهم مع زملائهم يكملوا بعض. النقطة خمسة، وهو إن إحنا نتعلم الأجزاء السهلة الأول. يعني مثلا لو أنا قدامي أي مادة أو قدامي أي حاجة أو قدامي أي مهارة أنا عايزة أتعلمها وفيها أجزاء صعبة، أحاول إن أنا أكسرها حتت كده زي بالظبط قطع الغيار، وبص فين الاجزاء السهله الاول واذاكرها الاول او اتعلمها الاول. ده بيفيد في ايه؟ بيفيد ان هو بيديني انا ثقه في نفسي، بيحسسني ان انا I can do it او اقدر اعملها. عكس ما انا لو بدات بالاجزاء الصعبه اكيد هحس ان انا فاشله واحس ان انا مش قادره اكمل واحس ان انا اتخنقت واحس ان انا مفيش امل. فلو اي حاجه تقدروا تقسموها اجزاء صغيره وتشوفوها قدامكم بمنتهى الوضوح، خشوا الاول على الاجزاء السهله وتعلموها واكتسبوا ثقه في نفسكم، وان شاء الله بعد كده تخشوا على الاجزاء الصعبه بالتدريج، وبعدين هتلاقوا كل حاجه بقت سهله. اخر نقطة حابة اتكلم فيها وهي الاباء ودعمهم لاولادهم لما بيكونوا بيتعلموا اي مهارة او في فترة المذاكرة. لازم الاطفال يحسوا او الابناء يحسوا ان في دعم جاي من ابهاتهم، ان في ثقة جاية منهم، يعني ما يبقاش في كلام سلبي، ما يبقاش في تعنيف، ما يبقاش في ضغط، لانه لازم نديهم الشعور ان هم المسؤولين عن النتائج اللي هيحصلوا عليها. بلاش نحسسهم ان هم لازم نبقى وراهم ونقعد نقول لهم يلا لعبنا يلا نقوم نذاكر الكلام ده كله، يبقى في شويه توازن. يعني لازم نعمل لهم توجيه، بس برضه نحسسهم ان هم في ايديهم زمام الامور. وطبعا الكلام الايجابي بيساعد كتير جدا، ان احنا نحسس ابنائنا بالثقه في النفس، ان احنا نقول لهم كلام كويس، ده بيفرق جدا جدا جدا. ان هم الاطفال او الاولاد بشكل عام اول ما بيفتحوا عينيهم على الدنيا قبل ما يعرفوا اي حاجه في الدنيا بيعرفوا ابوهم وامهم، وبيعتبروا اي حاجه تيجي منهم ان هي حقيقيه وصادقه، وبياخدوها انها على انها حقيقه. فلو انتوا قلت لهم انتوا عظماء هيبقوا عظماء، لو انتوا قلت لهم انتوا فشله هيبقوا فشله. فانتوا اختاروا، عايزين تشوفوا عيالكم ايه، عظماء ولا فشله. اكيد طبعا اي اب او اي ام بيتمنى انه يشوف اولاده ناس عظماء وناس ناجحين وناس محترمين في المجتمع. فلذلك لو انتوا عايزين تشوفوا اولادكم فعلا مسؤولين، حسسوهم ان هم المسؤولين عن النتائج، وادوهم هم المسؤولية عن أفعالهم، وما تدهمش الطريقة يعملوا حاجة إزاي، وهم إن شاء الله هينجحوا ويبقوا كويسين جدا. أتمنى إن شاء الله النصايح بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، وأتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. لو عجبكم يا ريت تدوا الفيديو لايك، وما تنسوش تشاركوا بيه مع صحابكم عشان يستفيدوا. ولو أنتوا عايزين تشوفوا الفيديوهات الجاية ما تنسوش تعملوا اشتراك، تدوسوا على الزرار اللي تحت وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم إشعار أول ما أنزل أي فيديو. أشوفكم الفيديو الجاي، فحفظ الله.